انا هبسطك جدا وعامله لك مفاجاه حلوه جدا هتفرح بيها. طب قولي بقى. هقول لك حالا. عارف انا جايبه مين النهارده مستضيفه في بيت العيله؟ مين؟ محمد رمضان. بجد والله بجد بجد. الله الله هيجي. انا بحبك قوي قوي قوي. ايوه بقى حبيبي ازي حضرتك؟ وحشني جدا. وحشني والله وانت كمان. ايه النطه الجامده دي؟ حبيبي شوف باصص لك في النطه الجامده. اه قول له بقى هو عنده ممكن ياخدك يكتشفك. انا عايزك تكتشفني ولازم اخد معاك صوره سيلفي والنبي 6 في 7 في 8 في 9 اشهر من اي حد في مصر. الله يخليك الله يخليك. محمد انا برحب بيك قوي يا حبيبتي. بقول لك اهلا وسهلا. الله يخليك في بيتك. الله يخليك. بيت العيله. الله انت وحشتينا جدا. ربنا يخليك حبيبي. انا مبسوطه بيك وفرحانه. وبعدين بقلز يعني بيقول لي انه محمد رمضان مثله الاعلى. ايوه صح. مسؤوليه كبيره. بيقول لك انا ابن حلال زي محمد رمضان. طبعا يا حبيبي. يعني انا ابن حلال جدا وانت ابن حلال واحنا الاثنين ولاد حلال. معنى كده خلاص يبقى انت خلاص بقيت زيه وواحد عايز تبقى زيه جدا. وهعمل بقلص. احنا كلنا ولاد حلال. وهعمل بقلص بوته وبقلص قلب الاسد. هيعمل بقلص قلب الاسد. ايوه والله. بص من الاخر كده بقلص. احنا عايزينك ابن حلال زي ما انت كده. وابعد عني شويه وبطل. وابعد عن محمد رمضان السعيد. وابعد عن بقلص موتة دي. بلاش بقلص موتة. طب خلاص. ربنا يديك طول العمر. خليك في ابن حلال. بس ايوه كده. وحشتي جدا. خلاص بقى يا بقلص عايزين نتكلم. انا مؤدب. انا عايز بس صورة سيلفي 7 في 7. ده انا اللي عايز اتصور معاك سيلفي والله. والله يا نجم اخلاق نجوم والله. اهو اخلاق نجوم. والله حلوة قوي الريحة اللي انت حاططها دي. برضه بص بقول لك حاجه حلوه. الريحه اللي انت جامده قوي. انا مش عارف الباسورد. يلا انا عارفه. ايوه انا عارفه يا ماما انا عارفه. ايوه يلا. ايوه الله دي احسن. يلا ورينا بق البط. ايوه اهو وش دي وش فيسبوك وش. ايوه اوكي. شكرا يا بقلص. متشكرين جدا متشكرين جدا. الله وحشتنا يا يلا بقلص الكل في شهر يا بقلص. وانتوا وحشتوني جدا. باي باي. يا نجم باي باي. سلام يا نجم. سلام. انا همشي بقى. انا عايزه اقول حاجه قبل ما نبتدي مع محمد رمضان. هاشتاج بيت العيله. عاوزين بقلص ولا مش عاوزينه؟